وللحديث عن ملف انتشار ميليشيا ربع الله في شوارع العاصمة بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أهلا بك معنا سيد حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك سيد حسين. يعني ميليشيا تسمى ربع الله تنتشر وتحكم سيطرتها على شوارع العاصمة بغداد، ما رأيك بداية؟ ما هي الرسالة المراد إيصالها؟ يعني بداية الله سبحانه وتعالى بريء من هذه الأسماء، حزب الله، ربع الله، جماعة الله. أصبح العراقيين يعني من مجرد أن يسمعوا بهذه الأسماء تقشعر لها الأبدان. حقيقة أنا ما رأيت مسؤول عراقي تعرض للإهانة وللسخرية كما تعرض له إليها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هو كقائد عام القوات المسلحة، وبهذه الطريقة تستعرض ميليشيات بسلاحها دون علمه ودون إرادته، هذا معناها إلغاء دوره كقائد عام للقوات المسلحة. هذا الذي يجري في العراق هو كما قيل كثير يعني سابقا أنه هناك الصراع بين الدولة واللا دولة. حقيقة هو لا يوجد دولة، هي اللا دولة هي الحاكم وهي الموجودة على الأرض. نعم، يعني خروج هذه الميليشيات بهذا المظهر، هل هدفه إحراج الكاظمي أم يعني تم بالتواطؤ معه؟ إحراج الكاظمي يعني خاصة بعد أن أعلن نيته تحجيم هذه الميليشيات والسيطرة عليها. يعني أولا أن الإنسان يعلن نيته شيء وأن أنه يمارس شيء على الأرض كفعل شيء آخر. منذ وصول السيد مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء هو يتكلم بهذا وعن نيته وسوف وإلى آخره، على الأرض الأمر مختلف. الميليشيات تستعرض بسلاحها في قلب العاصمة، الميليشيات يعني تحمل صور وإهانة وكلمات بذيئة ضده وهو لم يستطيع أن يحرك ساكن. في الوقت الذي عندما يتظاهر المواطنين العراقيين السلميين تستخدم كافة أنواع الأسلحة والعنف ضدهم، في حين أنه المستعرضين بسلاحهم في بغداد لم يتعرض لهم أحد. هذه الازدواجية لدى الحكومة العراقية جعلت من الشعب العراقي ألا يثق بها. كذلك لو ماذا لو تعرضت أو أجريت مثل هذه الممارسة في مدن أخرى من العراق مثل في الرمادي أو في الموصل، ما الذي ستتعامل معه؟ كيف ستتعامل معه الحكومة؟ ألا تعتبر هذا العمل إرهابي ويجب القضاء عليه وتتصل على التحالف الدولي ويقصف هذه الجهة المستعرضة؟ الأمر هناك ازدواجية في العراق أصبح الشعب العراقي سأم منها وغير مقبولة، والوضع في العراق صعب جدا حقيقة ومأساوي. كان لافتا حقيقة سيد حسين يعني إدانة مقتدى الصدر لهذا الاستعراض المسلح، وكلنا يعني يعلم ميليشيا السرايا تابعة للصدر وما قامت به من استعراضات مماثلة، ما رأيك في هذا؟ يعني إدارة السيد مقتدى الصدر لهذا الاستعراض هو ليس أولا هذا ليس من مسؤوليته، هو ليس قائد عام قوات مسلحة ولا هو رئيس وزراء، هذا أولا. ثانيا لا ننسى أن الشعارات التي رفعها المسلحون في بغداد هو قضية الدولار وسعر العملة ومن هذا الكلام. نرجع عودة إلى يعني عودة قليلا، أنه جماعة مقتدى الصدر في البرلمان هم من داعمين لرفع سعر الدولار، فالقضية هذه يعني ليست هو رفض لهذا السلوك المشين، رفض لهذا السلوك الغير مقبول للدولة العراقية، ليس موضوع هيبة الدولة، وإنما عن السبب الذي أدى إلى مثل هذه التظاهر، وهذا هو الصراع الحزبي على حساب الدولة. يعني هناك صراع ميليشياوي بين الميليشيات نفسها على النفوذ داخل العراق. بالضبط، وخصوصا أنه قضية سعر الصرف العملة الوطنية عندما انخفضت كثيرا كان أنه نواب مقتدى الصدر هم الأكثر داعمين لمثل هذا، ولاحظنا حتى داخل البيان عندما قرأنا البيان وجدنا إشارة لمثل هذا الأمر. هذا القصة هي صراع حزبي وليس هو صراع من أجل الدولة والحفاظ على هيبة الدولة. الدولة أخذ من يريد أن يحفظ هيبتها يعني من هؤلاء من هذه الميليشيات. لا يمكن لدولة أن تحفظ وفيها ميليشيات، يعني وهذا تناقض بحد ذاته. طيب سيد حسين، يعني إذا أردنا أن نتحدث هنا عن التوقيت، هل يمكن ربط هذا التوقيت توقيت انتشار الميليشيات في بغداد بالانتخابات البرلمانية المقبلة كذلك؟ لا الأمر ليس كذلك، هي في كل يوم تنتشر، في كل يوم يعني في أي لحظة تنتشر. موضوع الانتخابات هو محسوم، الانتخابات ستكون مزورة، الانتخابات
ستفقد شرعيتها من خلال مشاركة الميليشيات فيها، من خلال يعني الفساد والشراء الأصوات والتزوير واستخدام السلاح فيها. هذه كل انتخابات من 2003 وإلى الآن هو هذا السلوك، سواء انتشرت أم لم تنتشر، ولكن اليوم الانتشار أصبح بكثافة وبكثرة ومتكرر، وهذا هو إلغاء دور الدولة وعلى حساب الدولة، على حساب قائد العام القوات المسلحة. وللأسف لم يحرك ساكن لحد الآن، ما فقط نسمع بمواعيد ونسمع بتصريحات ولم يحرك أي ساكن. نعم، إذن من مدينة اسطنبول عبر الهاتف كنت معنا الكاتب والباحث السياسي حسين سبعاوي، شكرا جزيلا لك.